أنا محمد مكاوي، مسؤول العمليات التنفيذية، المدير يعني. الناس دي خيلاني قوي. اقفل المكان. العربية فرصة بقى، طالما جيتوا بقى لحد عندي اقول لي اللعيبه خلي بالنا. لا خلي بالنا ايه، التيم يختار اللي بيعرف يسوق يسوق العربيه. مش مشكله اللي بيعرف يسوق يسوق. انا بقطع. ايوه في ايه بس انا بقطع عادي، كلها تحت الاربع فرق. هتفك معانا كده يا اخي؟ تبيني اجي الم وجهك الحين؟ ابشر يا زين ابشر. ورا في عربيه جايه، ارمي نفسك قدام لحد ما توقف. بتعمل ايه يا متخلف انت وهو؟